في حالات ما نقدر ننتزعها من حياتنا نهائيا لأنه متأثرة فينا وفي عروقنا وفي طبيعتنا وتقاليدنا أيضا. حكاية الروائح المركزة أو الروائح الشرقية دائما بتدخل في تفاصيل حياتنا، وعلى حسب كل مناسبة بتختلف هذه العطور وهذه الروائح. نعرف أكثر من خلال هذه الفقرة. أكيد طبعا اليوم ما راح نتكلم عن العود أو دهن العود أو أيضا البخور، لأن جبنا لكم كل شيء عندنا اليوم في الاستوديو. أكيد راح نتعرف عليها مع مصمم العطور المشرفنا اليوم البراء إسماعيل. نورتنا يا براء. حياك الله يا لمية، مرحبا بك. أتشرف إن شاء الله أني أعطيكم شيء مفيد بإذن الله. طب براء، اللي بغى نعرف في البداية ليش هذه المهنة تحديدا بنلاقيها متوارثة؟ هل تحتاج وقت طويل عشان نتعلم هذه المهنة ولا لا؟ طيب بالنسبة لهذه المهنة هذه فيها صعوبة شوية في التعلم، يعني تحتاج من التجارب الكم الكبير على أساس توصل لمثلا لخلطة معينة. فلنفترض أنه هذه الخلطة عشان توصل لها، إذا ما كان عندك سابق تعلم، يعني لابد أنك تجرب نسبة العود إلى نسبة العنبر إلى نسبة الورد عشان توصل لخلطة رائحتها جميلة ومركزة وترضي الأطراف اللي هم حيشتروا منك أو أيا كان، حتى لو تطيب شخصي. بينما التركيبات مو بالضرورة إنها تكون محتصرة أو مختصرة على العنبر والعود والورد وما إلى ذلك. طبعا أنواع العود وأنواع التركيبات تختلف بالنسبة لكامل العطور، لكامل العطور. يعني ممكن تحط ورد مع باتشولي مع عود يطلع شيء جميل، ممكن تحط ورد مع باتشولي مع صندل مع زعفران يطلع شيء نوع ثاني. زيادة نسبة العطور من ناحية لناحية ومن ناحية ومن مقياس لمقياس، هذه تسمى تركيبة. نعم، يعني من مقياس لمقياس، حتى لو عنبر، لو اختصينا عنبر وورد وعود، اختصيت نوع من العود مع العنبر مع الورد بنسبة معينة تطلع تركيبة. طيب خليني عشان نستوضح كمان أكثر، يعني بمعنى كلامك براء قصدك تقول إنه كل العطور ما في منها عطر صحيح وعطر خاطئ، كل شخص أو كل مركب للعطور له تيست معين أو نكهة خاصة هو يضيفها أو حتى لمسات خاصة، فإذا كل شخص ممكن يكون له يعني عطره الخاص بحسب ما هو كيف يحط المقادير. هذا صحيح، ولكن يعني إيش نسبة المقادير الصحيحة في الخلطة عشان تطلع جميلة؟ طب خبرتك كيف وصلت لهذه المرحلة؟ تجارب عدة. أنا جربت يمكن وأهدرت عطور كبيرة جدا بكميات هائلة. هذا واحد. اثنين، جزاه الله خير الوالد، يعني الوالد هذا كان بيدفع مبالغ ضخمة على عدة العصور، يعني ما شاء الله تبارك الله من عمره 10 سنوات ل20 سنة وهو ما شاء الله بس يدفع ما شاء الله عشان خاطر أنا أطلع العطور هذه في النهاية، وأنجح هذا النجاح الحمد لله. يعني الحمد لله أنا كنت زمان من 50 أو من 60 تجربة تطلع 2 جميلة أستفيد منها في البيع وفي الأخذ والعطاء، على أساس أنه ترجع لي المبالغ ولو جزء بسيط منها عشان أبدأ أجرب تجارب أخرى. اللهم لك الحمد الآن اللهم لك الحمد الآن أتقلصت، يعني من 7 تجارب الحمد لله 5 ناجحة و2 يعني مو فاشلة، نص نص. حلو، دائما ما نوصل للنجاح إلا بعد فشل كبير في حياتنا، ولكن براء عندنا مشكلة نواجهها خصوصا لمحبي العطور الشرقية. نعم. والعود والبخور، وأنا تحديدا إذا جيت أشتري العود أو البخور دائما بنلاحظ أنه بيكون في غش في هذه الأشياء، فنبقى نوضح لمشاهدين اليوم كيف نقدر نشتري عود وبخور بدون ما ننغش ويكون أصلي ويدوم وكل شيء. نعم، بالنسبة لدهن العود يختلف أنت من فين أول شيء راح تشتري. يعني إذا أنت واثقة في الرجال اللي راح تشتري، هذا مرة مهم، ثقتك في التاجر اللي حتشتري من العود أنه يضمن لك أنه تجارة أنه اللي بيبيلك هو دهن عود ممتاز. نقطة جيدة. عادي. واحد. اثنين، دهن العود أنا بالنسبة لي، أنا أتكلم لك عن نفسي، أنا ما أدخل منتج إلا بقوم باختباره ما يقارب 7 اختبارات من ضمن اختبارات كيميائية قبل إدخالها للمحل عشان أوثق وأوثق للزبون إنه هذا العود أو دهن العود مناسب له وطبيعي 100% وما في أي تلاعب أو أي زيوت أو أي إضافات غير محببة أو في غش تجاري. أنا عن نفسي لاحظت قلت الرجل اللي تروح له أو التاجر، ما قلت المحل. نعم. إيش تقصد؟ أقصد إنه التاجر اللي تروح له هل هو ثقة محلات. ثقة أو أمانة، بس عندنا محلات ما عندنا تجار معروفين كثير، يعني معلش هو رائع العمل ومهنة يعني نادرة وما حد يتقنها،
بس ما نعرف التاجر الفلاني هو اللي يضبط فارق. اصل المحلات ما تعود لتجار صحيح. طيب واصل البراند نفسه الان هل هو ثقه عندك ولا غير ثقه؟ اذا بعض التجار الذين يملكون محلات قد يغشوا في بعض الامور. هذا شيء صحيح طبعا. أوكي. هذا شيء صحيح. هذا اللي طب وهذا انا انفي عن نفسي. هي لا اكيد يعني ان شاء الله كل واحد يجتهد وكل واحد عنده خلينا نقول قناعه معينه او لمسات معينه وكل واحد يعني يتقلى في اللي بيبيع اكيد. بس نبغى نشوف من اول قاعد يقول نشوف انا شايفه اشياء جدا جميله. نبغى نشوف هذا الكولكشن يا ريت تعرفنا عليه. شايفه هذا اسمه اللبان العماني. نعم. وايضا شفت هذا مسميه ود. نعم. ايش هذه الخلطات اللي مسويها؟ طيب اول شيء خلينا نعرفكم، هذا اساسه في الاساس عنبر. الله، عشان كذا عجبني. في الاساس عنبر. اي ود عباره عن عنبر وصندل وورد وقليل قليل جدا من العود ونسبة ضئيلة 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 جدا من الزعفران. توصلت لهذه التركيبة. طبعا هو في الأساس أنه يتركب زيت عطري بهذا المحلول زي كده بهذه الطريقة. طبعا هذه ما هي ويد، ولكن هذه محلول لعطر ثاني يتركب بهذه الطريقة، تركب منه الكميات. بعدين إن كان كبخاخ، ما هو زيت عطري كان ينباع زي كده، ينباع كبخاخ، بينحط كالطريقة هذه بنضاف إليه الكحول. وهذه الطريقة ما بجريها أنا في معملي، لا أنا عندي معملي الخاص اللي بجري فيه الزيوت العطرية. لكن بالنسبة للتركيبات اللي هي البخاخات بتتم عن طريق مصانع إن كان داخل المملكة أو خارج المملكة. أنا حسنك طبعا على تفاصيل أكثر في كيفية نعرف إيش الصحيح من الخاطئ، لأنه لم يسألت سؤال على حكاية الغش ولذلك. بس لما بدأنا في هذه، هل نقدر نعمل خلطة الآن على الهواء؟ خلطة على الهواء مو صعبة، ولكن المقاييس يا سيد الناس، يعني مثلا فلنفترض اول شيء هذا الميزان. فلنفترض انت تجيب الميزان، اوكي، تبدا بتصفيره كده بهذه الطريقه. حيبدا الان حيبدا حيعطيك الوقت انك تحطه، تحط بهذه الطريقه هذه تكيلة نفس القنينة فاضية. نفسها. أيوة. نعم. فاضية. فلنفترض انه هذه مادة وهذه مادة وهذه مادة. إذا كنت أنت صاحب خبرة حتعرف المادة هذه كيف توزنها مع هذه المادة وهذه المادة. أكيد ترجع للخبرة. نعم. يعني هذه المادة مثلا، هذه فلنفترض أنها عود وهي عود بالأساس، هذه خلطة، هذه عود. إذا حطيت من هذه مثلا مقدار 10 جرام. تقيد أنه هذه 10 جرام. نعم. حطت. أول شيء أنه هذا ورقة وقلم تصفرها تحط 10 جرام يعني عود. كاملة حسبة كاملة. 10 جرام عود تضيف عليها، بعدين مثلا فلنفترض انه هذا ورد تضيف عليه 1% ورد تضيف عليه طبعا براء. هذا كله بيحصل عمبر. او الخلطة هذه بتحصل في القنينة هذه اللي بتشوفها بعد ما تكون انت جربت اوريدي بعض النسب. نعم. وتبدأ تزودها على حسب الحجم الكمية اللي انت تبغاها. 100 جرام. أوكي. كيلو 2 كيلو 3 كيلو. كم وقت تاخذ منك تقريبا؟ انا يعتبر طبعا من هوايتي وتركيزي على هذا الشيء، انا في الاسبوع الواحد يمكن فوق 5-7 تجارب اسوي. في الاسبوع الواحد؟ في الاسبوع الواحد. جميل. وترضى عن كم؟ وارضى صراحة انا عن نفسي عن 5. عن 5 نسبة جميلة بالنهاية أتوقع براء. طبعا عندي سؤال برضو أيضا كثير من البنات يسألوا. نعم. أنه هل يعني مدة ثبات العود لما نحطه تعتمد على حسب الجودة ولا ما بيكون شرط أبدا؟ طيب الجودة هذه دور ومهم جدا في ثبات العطر، لكن يلعب غير ثبات العطر في الجودة في ثبات العطر يلعب حاجات ثانية تهتم فيها أنت لابد لما توضع العطر. أول شيء وضع العطر على نظافة بعد الاستحمام، هذا انسب وضع لوضع العطر عشان شم مصافي او العود. صحيح. العود بصفه عامه او العطر بالعموم. هذا واحد. اثنين، تحطه في الاماكن الفواحه والاماكن اللي حيشموها الناس منك والاماكن اللي انت تحس انك ايش مقبوله لديك، مثل خلف الاذن، الاماكن هذه هنا في الذراع. صحيح. في هذه الاماكن طبعا، وتعتمد على اماكن ثانيه في الجسم على حسب نبضات القلب. صحيح. على حسب نبضات القلب انت شوف فين في محل في دقه في نبضات القلب. هنا في في الرقبه، ودائما احنا هنا نحط في يعني في بطن اليد. صحيح. بطن الذراع دائما، مع اضافه انه طبعا الصدر من ضمنها. ومن ضمن الحاجات ارنبه الانف، لانه سبحان الله هي ما فيها نبض قلب، لكن دخول وخروج النفس بيؤدي انه ينتشر العطر. وبالنسبه قاعد تتكلم بطريقه مره يعني كلاسيك كده ومرتبه، والناس اوقات تبخبخ وتشمشم تلصق في خشمة. اقول لك شيء يعني ما كان حيشم العطر اذا كان بعدين في فن في شم العطر. المفروض انت تشم، لك هي في فنون في يعني انت المفروض تشم العطر بطريقه
تجعلك انك تشم العطر اللي بعده مقبول عندك او يمديك تشم العطر اللي بعده. انا من الناس اللي في محلي ما استعمل البن بتاتا لانه ناس كثير بيقول لك شمينا اربع عطور تقفل خشمنا ما الى ذلك. بن وما بن وبن. يلا لا. صحيح انت المفروض اذا شميت العطر تشمه بخلايا الانف اللي هو الجيوب الانفيه ما توصله لرئتك. اللي هم يسموها يعني شوف الارنب كيف يشم الارنب انا ما اجيزها بعد شمته كده يحرك خشمه بس فقط انه يشم العطر ويشم اللي راسه لا مش شم ابدا نحن يعني زي ما يقولوا ايش ندخلها جوا الريحه صحيح طب نبغى نشوف براء يا ريت تورينا العود العنبر نبغى نشم ريحتهم طيب. انا راح اقيم اليوم طيب. انا خبره في هذا المجال خصوصا العنبر والورد عندك ورد طايفي انا الان ما جبت ورد طايفي الحمد لله متواجد في المحل والخير موجود بس انا جبت لكم نماذج لبعض العطور ايش العطور طيب. الموجوده عندك هذا عباره عن عود وعنبر وورد استعملت الله. خلطة معينة تحب تطيري تفضلي طراد تفضل بس أنا بس عشان ما بس تفضل ممتاز يعطيك العافية بس مو هذه خلي شيء أخف طاغية ريحة الورد على العود والعنبر هم شوفي في مدارس وفي أذواق للناس أنت في النهاية بتدرس الناس إيش تحب أكثر عندك شيء لافندر؟ لافندر عندي على بخاخ ما جبته كذا كدهن هذا لا ممكن اجازف بخط ما عندي مشكله ممكن تجازف؟ ايوه هذا لا حقيقي جميل حقيقي جميله اوكي انا استنشقت اتوقع مو شميت هذا في لافندر نعم من ضمن التركيبه حقته لافندر مع عود صح؟ نعم اوكي هذا عباره عن عود وورد طايفي ولافندر ومكونات اخرى انا بعض المكونات عندي يعني صدقا وما ببالغ توصل احيانا في الخلطه الواحده الى 25 الى 60 مكون في بعض الخلطات. ما شاء الله تبارك لازم تسوي لنا ربع توله من خلطاتك براء. ابشري عشان حتاخذوا لكم كمان نصيبه. انا حقيقي الهواء يشهدها بس اتمنى انه المشاهدين يشموا الريحه الموجوده عندنا بالاستديو لانه حقيقي نحن ما نبالغ خصوصا في ريحه العطور والاشياء القويه وانا عندي عشق للعود طيب. والعنبر والمسك وذي الاشياء. خلينا نوريكم. الان مثلا هذا تفضلي. شمي هذا الله هذا عود لا هذا عود وايت مسك مخلوط مع عنبر ورد وزعفران وصندل الله على خشب الصندل اعشقه نعم رائع هذه الان العود المستخدم هنا غير العود المستخدم هنا ناس كثير يخلطوا بانه العود نفسه انه خلاص خذ هذا العود ركبوا في الخلطة صارت خلطة تعرف براء أنا في حديثي معك في هذا الموضوع تحديدا ممكن ما ينتهي لحلقات لأنه عندي أسئلة تفصيلية كثير أعتقد المشكلة وقت البرنامج فحنضطر نخلي موضوع الغش التجاري في هذا الموضوع في موضوع التولات وكيف أعرف الصحيح والخاطئ أو أيضا الوصفات اللي بتعملها في حلقه مختلفه انا سعيد جدا بحضورك اليوم شخصيا وايضا لميا مخمخت معي انا من اول ما دخلت الاستديو شميت ريحه البخور قلت في شيء غريب حقيقه نشكرك براء تواجدك معنا اليوم واكيد مشاهدينا مكملين بفقراتنا حنطلع فاصل قصير نرجع لكم لا تروحوا بعيد